من سكب الأرز؟ تأجيل رحلة طيران في أمريكا لسبب لا يمكن تصديقه. تأخرت رحلة تابعة لخطوط ساوث ويست الجوية بعد أن طلبت مضيفة طيران من الركاب تنظيف الأرز المسكوب في وسط الممر. وقالت جينيفر شابر التي وثقت الحادث بعد أن استقلت رحلة 15 أبريل في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي بجورجيا أن أحدهم تسبب في الفوضى فور بدء صعود الركاب على متن الطائرة. وعندما رأت المضيفة الأرز يغطي وسط الممر صرخت من سكب الأرز ورفضت الرحلة الإقلاع لحين ينظف أحدهم الأرز. وقالت شيبر إنها وبعض الركاب الآخرين لم يصدقوا ما حدث ما قبل الرحلة، فمن الصدمة كانوا يضحكون وهم ينتظرون شخصا ما يعترف. يمكن سماع المضيفة في فيديو تعتذر الركاب عن التأخير، وقالت عبر مكبرات الصوت: نقوم بتنظيف هذا الأرز، نحن نعتذر ولكن لا أعتقد أنك تريد أن تمشي على ممر مليء بالأرز، لذلك دعونا نعتني بالأمر قبل أن نغادر. وعلى الرغم من التنظيف، ادعت شير أن المضيفة كانت غاضبة بشكل واضح لأن الجاني لم يعترف بفعلته.